تنعادل، الف مبروك، نتيجه منطقيه وما زال الامل موجود. اه طبعا، يعني احنا قلنا من البدايه وقلنا من بعد المباراه اللي فاتت احنا لسه في امل، لسه في بصيص من الامل. كره القدم محتاجه انك تعرق، كره القدم محتاجه انك انت ما تفقدش اي من حظوظك خالص، لان دي كوره ممكن في اي وقت ترجع، ممكن في اي وقت تكسب. فالحاجه المهمه انك انت وصلت انك تكسب القطن بهدوء، ودي حاجه عجبتني جدا. صحيح. بعد اللي حصل من المباراه اللي فاتت، وده القوي كده والبطل كده والنادي الكبير كده، ممكن يكون عندك كبوه جات لك النهارده لكن عرفت تعدلها، عرفت تطلع منها بسرعه. عقبال ان شاء الله ماتش الهلال بكره، اتمنى ان تبقى في نتيجه ايجابيه للنادي الاهلي بكره، في تعادل على الاقل، وتبقى الكره ترجع في ملعبك ان شاء الله باذن الله ربنا. هو اوحش نتيجه انك انت تستنى من رجل الاخرين، ولكن هي كره القدم كده. صحيح. انت بتتعطل وانا بتعطل، زي ما النادي الاهلي اتعطل في سان داونز، وممكن بكره الهلال يتعطل مع سان داونز. ليه لا يعني؟ ولكن خلينا نتكلم النهارده في حاجات ايجابيه انا شفتها في الملعب، السلاسه في اللعب والحاجات الجميله دي ان شاء الله لما يجي الوقت نتكلم فيها ان شاء الله.